نختم دروس الليلة بصحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الصلاة النساء خلف الرجال. كتاب الأذان باب صلاة النساء خلف الرجال. تكلمنا عن هذا التبويب وختم هذا التبويب بهذا الحديث. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن زكين من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا ابن عيينة ابن عيينة سفيان ابن عيينة من أساطير المحدثين، شيخ الشافعي، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، عن إسحاق، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن زيد بن سهل الأنصاري النجاري، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال أبو زرعة ثقة، أحمد بن حنبل تعالى في التوثيق عندما قال فحل الحديث، ونسائي قال ثقة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. والشاهد من الحديث هنا للتبويب قال: وأم سليم خلفنا. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه مسائل. من هذه المسائل الأولى: صلاة الجماعة، صلاة النافلة جماعة، وهذه دلالة على جواز صلاة النافلة جماعة، لكن لابد من القول بأن هذا يأتي وفاقا لا قصدا. المعنى أنه لا يتقصد الجماعة في وقت معين، في يوم معين، في ليلة معينة، إن كانوا يجتمعون وأرادوا الصلاة وأن يصلوا جماعة لهم ذلك، لكن أن يبدأ الإعلان: سنجتمع جميعا يوم الثلاثاء لقيام الليل ولدعاء ربنا جل في علاه لرفع البلاء عن فلان وفلان وفلان، هذا كله من البدع. فصلاة نافلة تصح جماعة إن كانت وفاقا لا قصدا، كما حدث من ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة، فلما قام النبي من الليل يصلي صلى معه ابن عباس، أقره النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب إلى بيت أم سليم ووضع له الطعام، ذهب أنس إلى حصير قد اسود نضح بالماء، فقام يصلي، فصلى بأنس واليتيم والمرأة العجوز. لما ذهب العتبان يصلي كان قاصدا الصلاة نعم، لكن ما كان قاصدا أن تكون الجماعة يعني وأن يثبتوا عليها. فالجماعة للنافلة تجوز وتكون كما قلنا وفاقا لا قصدا، وفاقا لا قصدا. والمسألة الثانية بأن الصغير يكتمل به الصف، بأن الصغير يكتمل به الصف وإن لم يكن مكلفا، وهذه تثبت أنه حتى في أوائل الصفوف، وهذا في خلاف بين العلماء في الوقوف خلف الإمام. نعم، فبعض العلماء قال: لو كان الصغير غير المكلف جاء إلى الصف فهو أحق به، لأن النبي قال: من سبق إلى شيء فهو أحق به. والذي يقوي هذا بأن الصبي يصح أن يكون إماما خلافا للحنابلة. لحديث عمرو بن سلمة، فيكون من باب أولى أن يقف خلف الإمام، والبعض قال: لا، يمينا يسارا نعم، لكن خلف الإمام لا. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. لذلك تأخر أبي وجاء فوجد الصف قد اكتملت وخلف الإمام صبي، فأخذ فرده في الخلف وقال: أنا أحق بهذا المكان منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليالني منكم أولو الأحلام والنهى.
ومر علينا حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يصلي إلى غير جدار، كان على حمار أتان، قال تركت الأتان يرتع ودخل في الصف فصلى. نعم، فالصبي تكتمل به الصفوف وسد الفرج طبعا بشرط أن يكون مميزا لا يعبث فيضيع على الناس صلاتهم. الفائدة الثالثة احتج بها، أو المسألة الثالثة احتج به الجمهور على أن المنفرد خلف الصف لا تبطل صلاته، لأن العجوز كانت منفردة خلف الصف. نعم، والصحيح أن المنفرد خلف الصف تبطل صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، يعني في فرجة، لكن إذا اكتملت الصفوف لا، فاتقوا الله ما استطعتم. وهناك رواية وإن كانت ضعيفة لكن تستحسن في الاستئناس، بأن النبي رأى رجلا صلى منفردا خلف الصف مع وجود الفرجة، قال له اذهب فأعد صلاتك. ويقال للجمهور الذين يحتجون بأن المرأة كانت منفردة خلف الصف، قلنا هذا من باب فاتقوا الله ما استطعتم، لأن هذا مكانها، المرأة لا ترتب إلا خلف الرجال، ليس أمام الرجال ولا مع الرجال، وهذا من أقوى أقوال العلماء، وفيها دلالة على التبويب صلاة النساء خلف الرجال. وبهذا يكون قد ختم الله لنا دروس الليلة، نسأل الله أن ينفع بها. الفوائد المستنبطة: جواز قبول دعوة المرأة لطعام أو لشراب، ولا يقال بأن أم سليم كانت يعني فيها رضاع بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. جواز صلاة النافلة جماعة وفاقا. الاختلاط الذي لا يدعو إلى شهوة قد يكون جائزا لو فيها سيد فضلوا.